هاي عسلامة. مرحبا. تو مازلنا فترة صغيرة على العيد الكبير. اي مازال. شنو برمج شريت علوش باش تشري شنو؟ والله يا صاحبي ما نكذبش عليك، انا بالنسبة لنا والله ما ممكن ياسر، ممكن ياسر عايد نختار الحم. ماكش شيخ وعلوش ماكش تقدر تاخذ شوية الحم؟ لا لا. شنو هو ظروف والا غلاء؟ اول باب ظروف، وثاني باب قلت اعمل علوش غالي ياسر. علوش غالي ياسر، نهار الجمعة نبيع فيه مليون و300 ومليون و400. مليون 300 مليون 400 وماهوش علوش واو يسمع. والله العزيز لا الى يجيها هذاك نتاع 600 650 700 الى كان عملنا به. شنو سبب غلاء الاسعار هذا نتاع العلوش؟ صاحب خويا توهم يقولوا علف وما علف، والله العزيز لا علف ولا شيء. الفلاح يتشكى يقول لك علفه، القشار مانيش عارف، المواطن يتشكى. لا يك لا لا الفلاح يك ماهوش على حكايه علف. اول باب يحشيش بخير ربي من عنده. الجلاغرات البرة ما يعلفوش بصفة عامة. هنا التجار يشري لك يقول لك انا شريت بالغلاء، ويجي يبيع لك بها انت تو يشري لك ب 700 ب 800، يجي يبيع لك انت هنا ب 12 100. اللعبة كل في راس الوكيل. الزوالي هو المشى الزوالي بالله، خليني ماني انا نقول له عندي واو ثم ناس كريه ثم ناس كريه. اللي سويلي سويلي مسكين معناه، ولا محروم حتى من علوش العيد؟ انا نوادك واحد شرف ولا اخو محروم اصلا من اول. ثم برشا مشروش العلوش السنه باش نشوفوا اكثر عبي. لا السنه بحاول الله تشوف الغرايب مش ولا بالحق. عملت طله في الرحابي نهار الجمعه بركه في السوق. سوق الجمعه. سوق الجمعه نهار العلوش سومه من وين لوين نهار الجمعه؟ نهار ب 16 حتى مليون و200 مليون و100 من مليون و100 وانت طالع من مليون و100 وانت طالع هذا نهار جمعة. اللي عنده 6 700 ينجم يشري علوش؟ لا 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 تكون نعجة ما يلقاهاش. نعجة انسى ما يلقاهاش. نعجة انسى ما يلقاهاش. وشنو الحل؟ الحل يا ربي هو الحل. اللي عنده زوج ثلاثة صغار مانيش يعمل يا ودي. انا ذري ثلاثة وانا خمسة وانا 10 يحلها كالرب هذا. لا تقول لي لبن ولا لبن. اه جاي علوش وهاو اسمع في الحول كم. الدولة مسؤولة ولا لا؟ الدولة الدولة هي المسؤولة. الدولة مسؤولة خاطر ما ثمش تتبيع على الرزق وعلى السمسارة ولا بيت تهبط تشري. هذيك هي هذيك بلادنا. علاش بلاد. كيلو وكيلو العلوش اليوم كي تشري مع الجزار السوم شنو رايك فيه؟ يعني بخمسين وشنو سومك فيه؟ يعني شحم جي كذيف فهمت لا ما تعيبش يا شيخ. 50,000 تعيبش لك يا شيخ. لا يعني واقف يعمل طاوله مشكش كيلزمو سلا نبينا سنه طاوله. والله الاولاد 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 والله ما يعمل شيء ب 50,000 وجيبوا يحط لك شوي شحم كو. باين نفترضوا انت عندك توا مليون ونص تحطهم في علوش تقعد تدور ولا؟ والله اقسم بالله انا نشري. انا بالنسبه لي يا مليون ونص انا نشري بيه ولا يدخل الدار. الناس تشري ما يهمهاش. يا ودي ثم وراس خويا عامنا ولا ثم نشروه. ثم برشا يقول لك راهو هالغلاء هذا وتلقاه يشري كان الزوالي هو اللي يشري. لا لا اي 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 صحيح. يتقاوى على بدونات. اي يسلف ويرقل ويرقل مو. اي ما تعرفش انت اللي يتسلف او يهز قرض او ويذبح راهو ذبيحته ماهيش مقبوله. يا ودي ثم ناس تلوج على ذبيحها هي تلوج على المقبوله ولا مش مقبوله. تو ناس تلوج. اعطيه عايد ولاده ما يهموش. عطيه يذبح لاولاده ما يهموش. ابار هذا العلوش مليون ونص ابار قضيته ودينته باه. وثم زاد المسكين ما يعرفش يذبح يجي جزار يذبحوا له ب 80 ولا ب 100,000. لا 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 ثم جزار يجوا يذبحوا له ب 30 ب 40 ب 20. لا لا عم ناول ب 60 وب 70 يذبح. والله انا ثم عندي خويا انا ما نذبحش. انا كي نذبح نذبح للناس عندي خمسه من الناس سته من الناس نذبح لهم بليش ما نخش حتى دور ولو كان تعطيني. ربي يبارك لي. والله انا اخوه. اما عندي خوي وثم غيره ياخذ 30 ياخذ 40 مقابل ماهوش مشكل. ما رمزي رمزي هم اللي يعطوه. هم ياخوش هم اللي يعطوه. اما ثم ناس قاعده بالذمة خلي علوش عيد الاربعه ولا الاربعه ونص ويمشي يخدم زازار باه. تو العلوش غالي علاش واحد ما يعيدش على برشني يعيد على نعجه ولا على على انثم لازم علوش ذكر؟ هي لا سمحت هي ضحيه. شنو هي ضحيه؟ علاش هي لله؟ اي لايكه لا كريزي ها تحية لله في سبيل الله. اما لا البرش اللي تاخذ برش ب 700 و 800,000 زاد هو ربي ما حبش. ثم سؤال باش نسالوك انت راجل طيب وتقي والحمد لله. شنو رايك في الناس اللي يذبح علوش والشطر نتاعو يمشي كاميه؟
لا لا هذاك حرام حرام هذا طبعا تحك عليه هو عيد اضحى معناه هو عيد اضحى وراس اخوي وبالحق يجي نهار العيد يطل من هنا تسمى راحت المشروع وتريد بابز طاع الكل تشوي وتشوي ليسكت تعودت العباد تعودت تعودت صاروا الله يسترنا ان شاء الله بارك السلام بارك الله فيك عسلامة عسلامة ما زلنا فترة صغيرة على العيد الكبير الناس بدأت تتحضر حضرت روحك ولا لا ليش حضر حضر الله حضر محمد عملتش دورة شفتش السوام العلوش السنة ما شفتش ما عنديش فكرة ما عنديش فكرة بس أنا راجل قبلك قالك العلوش مشى نهار جمعة للسوق قالك من 1,100,000 وانت طالع ما نعرفش مش نكلم ما نعرفش والله ما نعرف ما عندك حتى فكرة ما عنديش حتى فكرة اي باش تشري علوش ولا ان شاء الله ان شاء الله فيش باش تشري علوش وما تعرفش حتى فكره معناها شنو محضر بيجي هكا تقريبا حق العلوش وامر الله وني سهل سهل قدره ربي سهل قدره ربي خليها على الله خليها على الله اللي باش يجي كتب هكا هو في بالك اللي سنه 6 و700 ما يجيبوش علوش ما يجيبوش هكا يقولوا ما يجيبوش ما يجيبوش علوش يعني انا شوي ولدي شوي وناخذوا علوش مع الاولاد وتتعاونوا نعاونوا مع بعضنا المهم واحد يضحي هكا هو ناخذ على ليش انا ولدي ولدك يسكن معاك نعم ربي يحفظك عايش كانك لما باهي باهي العلوش ثم صحيح يقول لك الزوالي هو اللي يشري العلوش تاع 1,500,000 و1,600,000 الزوالي ما عندوش منين يشري باش يشري يقول لك اللي لاباس عليه ما يشريش بالسوم هذاك والزوالي يتقوى على بدنه ويشري كاش يتسلف ويرهى روحه على هذاك حق وما حكايه فارغه ماهوش مقبول ماهوش مقبول ماهوش مقبول ايش رايك في اللي ياخذ قرض ولا سامحني واللي عنده صغار تظل عنده صغار تلزمك الصغار هذيك رمومات تلزمك الصغار هذاك يولي يتسلف ويولي فدنا لا يكردي ويولي وهو ماهوش باش يرضي الصغار وهي ماهوش مقبول ويقعد بعد يعاني يقعد بطبيعته باش يقعد يعاني خاصة انه الوضع الاقتصادي توا تاعب الناس الكل خارجين من رمضان من عيد صغير من كذا هما ماشيين لعيد كبير يعني الوضع تعب برشا يا الزوالي تعب برشا الزوالي تعب برشا تعب برشا برشا في وقت المعيشة غالية وعائلة مسكين وعائلة مسكين الكيري وعنده زوز ثلاثة صغار يعيد السنة الله أعلم به منك الله أعلم به يعلم به لله حس ثم عزوف كبير السنة فما برش عباد ما همش باش يعيدوا حسب اللي نشوفه فيه بالطبيعة اللي ما عندوش كيفاش باش يعيد اللي عنده كيفاش باش يعيد هاي اللي ما عندوش كيفاش باش يعيد يا سيدي بارك الله فيك الله فيك عايشك عايشك يرحم والديك هنيك